نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يوردنا موردهم ويدخلنا مدخلهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. أما بعد، معاشر الصالحين، حياكم الله جميعا وبياكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل لنا منا مجلسنا هذا، وأن يرزقنا مجلسا خيرا منه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. ابتداء، نسأل الله أن يبارك لأخينا محمد في هذا الولد، وأن ينبته نباتا حسنا، وأن يصلحه ويصلح سائر أولاد المسلمين. ما أود الافتتاح به في عجالة، أن طولوش عودتني على الناس، وهو طلب لجميع الحاضرين أن يقوموا بعمل بسيط دابا، عمل لن يسمعه أحد ولن يكلفكم حركة جوارح. فقلت العمل الذي أطلبه من إخواني، من نفسي ابتداء ومن إخواني، هو عمل متعلق بالنية، وهو أن نجدد نيتنا الآن في اللحظة، أن نجدد نيتنا بأن نخلصها لله عز وجل بفضل الله سبحانه وتعالى. الخوت من طرف تل طرف، كل شيء الحمد لله الخير في ديوركم والماكلة في ديوركم، ولا أحسب أحدا من الحاضرين أنه ما عندوش على الأقل سطوك ديال ما يتكلف واحد يومين ولا ثلاثة أيام، يعني بفضل الله عز وجل ما جيتوش على قبل الماكلة. المسألة الثانية، هو ما جيتوش على قبل فلان أو على قبل العلم، إنما أتيتم لأداء حق من حقوق المسلمين على إخوانه. أخونا محمد، أخونا في الإسلام، دعانا، ومن حق المسلم على المسلم أن يلبي دعوة أخي. إذا لجددنا النية أن نخلص هذا المجلس لله عز وجل. ما جينا لا بغينا نشوفوا فلان، ولا بغينا نصوروا فلان، ولا نتصوروا مع فلان، ولا كذا ولا شيء من هذا القبيل. لأن سيدنا بزاف ديال الأعمال ديالنا تنضربوا فيها تمرا لما تخيلهاش. وفين تيلعب معنا شيطاننا؟ تيلعب معنا في هذاك الباراميتراج ديال النية. حدو يكحز لك النية من هنا لهنا، يبدا هو ينوضك القيام الليل، ماشي الفجر، يبدا يدفعك ينوضك القيام الليل. لكن ملي لعب لك في النية وما بقاش داك الشيء لله، عاملة ناصبة، نسأل الله العافية. فأود أن أذكر نفسي وإخواني في هذا المجلس أن نعيد تجديد نيتنا لله سبحانه وتعالى، هذه وحدة. المسألة الثانية هي متعلقة بما نحن مأمورون به، ألا وهو توحيد العبادة لله عز وجل. سيد ربي قالها واضحة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. داكشي اللي حنا كنضربوا عليه تمرة، سيد ربي قالنا راه تكفلت به، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فملي غنجيو لهاد المسألة هذه ديال توحيد العبودية لله عز وجل، الإنسان بطبعه وبأصل خلقته هو نساء، تينسى الأمور اللي هي كبيرة جدا ينساها. قد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فلما نسي آدم عليه السلام نسيت ذريته، ولما كان قد كتب على آدم عليه السلام حقه من المعصية كتب نفس الأمر على ذريته. لذلك نجد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، حديث من النبي عليه الصلاة والسلام يرويه عن ربي تبارك وتعالى، حديث قدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذه القضية ديال يا ابن آدم. فلما تحدث الحق سبحانه وتعالى عن معصية العبد ذكره بمعصية أبيه، ولما حدثه عن باب المغفرة والتوبة الذي لا يغلق
ذكره بتوبته على أبي. شوف في الحديث جات يا ابن آدم، فأحد يدخلك لنا عبدي، في هذه الأحاديث هذه فهي ابن آدم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، فيذكرك بأن الأصل في العداوة مع الشيطان راه أصل العداوة مع آدم عليه السلام. فلأخذنا آدم عليه السلام والوضع اللي كان فيه سيدنا آدم، المنطق المادي ديالنا احنا اللي بدينا كنساو ريوسنا شي شوية أننا بنادم، وبدينا كنتخيلوا ريوسنا في واحد الوقت ربما لسان المقال لا يقولها لكن لسان الحال يعبر عنها، بدا الإنسان تنسى شي شوية راسه باللي راه بشر وضعيف ومحتاج ومخلوق ومربوب ومحتاج لربه عز وجل في كل لحظة وحيد. فبدا شي شوية ذاك التجبر شي فينا بلا ما نكذبوا على بعضياتنا، بدا بنادم شي شوية تنسى راسه، وفينا كلنا ملي شي واحد كيشعلك كتقول له واش ما عرفتيش معاهم عند ذاك النافخ اش بغى يكون كاع والله كنساو شي شويه الخير. فالمنطق ديال هاد العقليه الماديه اللي ولات عندنا ولات غالبانا شي شويه تيقول لنا انه في بلاصه سيدنا ادم عليه السلام حتى واحد ما كان خصو يغلط، اللي حطيناه في بلاصه سيدنا ادم ما كان خصو يغلط. كيفاش تغلط وانت في الجنه؟ وكيفاش تغلط انك انت الذي خلقك الله بيديه ولم يخلق الله عز وجل احدا بيديه بهذه الطريقه التي الله اعلم بشكلها؟ الله سبحانه وتعالى خلق ادم النبي صلى الله عليه وسلم وهو احب الخلق الى الحق، خلق من الطريقه التي نعلمها، جاء من زواج من نكاح صحيح بين رجل وامراه. ما نقدروش نقولوا ان حواء خلقت من اب بلا ام كما يعبر عنه، لان ولدت من اب بلا ام أنا خلقت من ضلع آدم، واش نقدروا نقولوا بلي آدم كان أبا لها؟ القضية لا تستقيم. عيسى عليه السلام ممكن لكن ماشي بحال سيدنا آدم، خلق من كلمة من الله سبحانه وتعالى ألقاها إلى مريم وروح منه سبحانه جل في علاه، لكنه خرج من رحم امرأة. أما آدم خلقه الله بيديه، قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، وسواه سبحانه وتعالى، فإذا سويته ثم قال بعدها سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، ثم علم آدم أمورا حتى الملائكة لا تعلمها، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فبعد ذلك لما تبين علم آدم الأمر الذي كرمه الله عز وجل به، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أسجد له الملائكة. احنا باقين كندعو على التكريمات التي كرم الله عز وجل بها آدم في الجنة. ثم بعدها قال له سبحانه وتعالى وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وماشي غير اسكن فيها، كل شيء ديالك، وكلا منها رغدا حيث شئتما، لا من الاشكال داكشي اللي غتاكل، لا من انواع داكشي اللي غتاكل، ولا من الزمان ولا من المكان، كل شيء ديالك. وماشي كل شيء ديالك ديالنا حنا، يدخل المارشي كل شيء ديالك، عاد خصك تجلس وتنقي خضره وطيب وطاجين والويل طويل والغلا والزيت بشحال ولا لا، كل شيء ديالك جنه، كل شيء واجد. ومن زيادة تكريمه ورحمته أنه ضيق دائرة الحرام، خذ معي الجنة حيث شئتم رغدا، وخذ معي أنه ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. قلنا المنطق المادي للإنسان تنسى فيه شي شوية الضعف دياله وتنسى الأصل للخلقة دياله وتعتبر الرسول هو الذي صار يتحكم في حياته كما يتحكم في هاتفه، هذا من الإشكالات اللي ولات عندنا ولات عطينا واحد التصورات خاطئة على الحقيقة ديالنا. وأصل خلقتنا هو الكفيل بأن يرد الأمور إلى نصابها. وتخيل هذا الشيء كله أعطاه لك سيدي ربي وقال لك ديك الشجرة، ماشي قال لك النص ديال الجنة ديالك والنص ماشي ديالك، الجنة كلها ديالك ولكن ديك الشجرة ما تقربش لها. كل واحد فينا دابا كيقول مع راساتو
علاش خدام انا واش درا وحده بنا انا واش درا لا لا الله عز وجل كتب عليه انه سياكل منها لان الاصل ديال الخلق ديال ادم عليه السلام انما كانت الغايه منه ان يهبط الى الارض واذ قال ربك تقبال ما خلقه واذ قال ربك للملائكه اني جاعل فين في الارض خليفه اذا من الله عز وجل خلقه لينزل الى الارض كنقولوا حنا ما الداعي ما الحكمه من جعله ابتداء في الجنه ويدخل الشيطان وكذا الى اخره سأل الله الا اكون مخطئا في التعبير ولله المثل الاعلى ملي كتجيب شي واحد انت باغي تخدمه في الشركه انت غتخدمه ما كاينش تعويض هضره تخدم لكن قبل ما تخدمه كدير ليه واحد شهر ولا شهرين ولا ثلاث شهور تزيد او تنقص كيتسمى ستاج كان عندك ستاج دوبسيرفاسيون واللي كتكون باقي السلام عليكم وعليكم السلام باقي الله دخلتي لا فاك كيقول لك ستاج كتمشي للشركه لا سميتو ستاج دوبسيرفاسيون حيت كتكون غير جالس مقرب وكتشوف كيقول لك ما تقرب حتى حاجه صدق ما خسرنا شي بلان جلس وشوف هذا كيمشي هنا هذا كيدخل هنا هذا كذا مره داك اللي مكلف بك التيوتور ديالك كيقول لك حل هذه راه كنديروا لها هكا ودي كنديروا لها هكا عقلتي عليها اه وعقل عليها وما تقربش لها لا صدق ما خسرنا شي لعب هذا ستاج دوبسيرفاسيون هذا مرحله التدريب ملاحظه من بعد كاين عندك ستاج اللي كتكون فيه ستاج داكسيون تدخل تدير تتحرك الاخرين لكن انت ستاجير متدرب ستاج اللي كيكون عندك مباشره قبل ما تخدم وموجدينك باش تخدم كيتسمى ستاج بري اونبوش بمعنى انك دير مرحله التدريب ما قبل التشغيل ولا التنصيب ولا شوف اش غيسميوها لك هذيك المرحله ديال ستاج بري اونبوش اي خدمتها انا غنخدمك اي واحد يقول لك تخدم ولاش دير لي ديك ستاج بري اونبوش كنقول لك ندير لي ستاج بري اونبوش اول حاجه باش كيتعرف اكثر على الشركه مزيان هذه وحده باش يعرف راسو فين غيدخل ثاني حاجه باش كيعرف القدرات ديالو هو في المحدوده واشنو ممكن يدير ثالث حاجه باش كيعرف شنو هي نوعيه الاخطاء اللي ممكن يطيح فيها ولا طاح في هذيك الاخطاء شكون هي المصالح اللي ممكن يمشي عندها باش تقاد ليه هذاك الخطا وتصوب ليه شغله الى اخره بمعنى انه تيتعرف على الارضيه اللي غادي يدخل يخدم فيها عاد باش من بعد كنديروا معاك العقد ديال انك غادي تدخل واخا انت هي في الاول راه ضرب ليه الحساب انك غادي تخدمه لكن خصو يعرف راسو فين غادي لله المثل الاعلى إنما خلق آدم في ذلك المقام ووقع له ما وقع حتى نعلم نحن ذريته حتى نعلم نحن ما الذي ينتظرنا حتى نعلم من هو ربنا وخالقنا وحتى نعلم من المستحق للإفراد بالعبادة وحتى نعلم من هو عدونا حقيقي وحتى نعلم مواطن الضعف من أنفسنا ملي كتشوف سيدنا آدم عليه السلام داكشي كل اللي تعطاه ومع ذلك أبى إلا أن يأكل من تلك الشجرة بإغواء الشيطان له كيعرف الإنسان مع راسه أنه في أي لحظة والله لا أحد منا أكبر من الوقوع في الفتن ما كاينش كل واحد فينا عارف راسه كيمروا بالدارجة كل عارف قياس برادو شحال من مرة كتكون عندك القلب كتحس به قلب هكاك الإحساس كينعم عليك به سيدي ربي إحساس ديال القلب ديالك كتحس به بعض المرات ديال أولياء الله الصالحين الدمعة قريبة في الدعاء وكتلقى راسك قلبك كيرفرف في السجود والآية اللي تقالت قدامك بغض النظر على اللي كيقراها واش يحسن التلاوة ولا يحسن التلاوة كيولي قلبك كيتفاعل مع القرآن مباشرة بغض النظر عن الوسائط ومن بعد منا بساعات ما كان ولا ساعتين كتحس بحال القلب ديالك باقي ليه قريصه ويولي هو القلب ديال ابليس شحال مره كتوقع لك وكتقول واش انا هو هذاك الاخر اللي كان البارح تيبكي في الدعاء بل بعض المرات كتقول واش انا اللي دخلت دابا للجامع حيت بقيت متبع البيلانتي تيتماركا ولقيت اللي دخلت المسجد لقيت الامام قال السلام عليكم ورحمه الله مشات الصلاه كلها واش انا في العصر اللي مشات لي الصلاه واش هو هذاك انا اللي في الظهر اللي جيت قبل من الاذان لا أحد منا أكبر من أن يقع في فتنة أنا مشيت معاك حيت عند السي محمد خاودة قال لك ما تضي لهم الجوع ولكن ما تسدش لهم الشهي فداك الشيء علاش عطيتك غير مثال بالصلاة زقلتي صلاة الجماعة وجيتي قبل من الأذان وكاين عاوتاني هذا بوق صدير اللي قالت تيصور إلى آخره ما عرفنا الحريرة فينا تخرج كندور كنلقى قد الكيسان قد التليفونات الله يخلي الحالة مستورة استغفر الله اما الا جينا شطرفا نغرقوا نهار ان شاء الله تعالى نديروا شي مجلس ما فيه لا ميكروات ولا تليفونات ديك الساعه غادي نغرقوا تغريقه ديال الصح وديك الساعه غندخلوا مزيان ديك الساعه غادي نجبدوا شي ترت والله العظيم الا جاب الله سيدي ربي تيسترنا اما الرويح يعطاو ماشي ديال طريقه مديونه
المهم قال لك حقاره مشاو وشافوه قال لك راه ماشي مديونه اللي داير هذا، وهذا الشيء اللي قالوا الله اعلم عاوتاني هذا حسابني فنتي كذب. المهم فين ما يجبد الصداع دوزوا بين العواشر عاوتاني، ندوينا على مسلسل دوزتوا بين رمضان، ما ملي غندوي على زباله مديونه غدوزوا بين العواشر ديال الله يحد الباس وخلاص. ودي ما بقيتي عارف اشنو كاين. فمحل الشاهد، اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. أنا المناسبة شرط المناسبة هذه اللي يغلب عليها الفرح والسرور والحبون، فتكون فيها تذكرة لكن في نفس الوقت نلطفوا شي شوية الجو وخلاص. فقلت أن ملي كنرجعوا لأصل القصة ديالنا مع آدم عليه السلام اللي هي أصل قصتنا كلنا، تنفهموا شنو هي الامور اللي في اي لحظه ممكن تاكلها، في اي لحظه نقدروا نتصيدوا فيها. فكنلقاو ان من رحمه الله سبحانه وتعالى بنا انه جعل لنا امرا ما استمسكنا به الا وكانت النجاه. هو وضح النبي عليه الصلاه والسلام، لقد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله. وجاء في الروايه الاخرى اللي كان عند الامام مالك رحمه الله في الموطا كتاب الله وسنتي، وكان روايات اخرى. المهم محل الشاهد ان القاسم المشترك بين الروايات هي كتاب الله عز وجل. هذا كتاب الله سبحانه وتعالى اللي هو القران الكريم غنلقاو عنده مجموعه ديال الاسامي، هو الفرقان، هو القران، هو الهدى، هو الايات، هو البينات، شو كله. انا كتهمني اسم اسميه واحده، انا لو بقينا مع كلام الله عز وجل ما غنساليوش. ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمه الله. أنا كتهمني اسمية واحدة من أسماء القرآن اللي هو الذكر. علاش هذه السمية هذه؟ لأنها مقترنة بأمر من الله عز وجل لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكنلقاو الله عز وجل وهو يصف أو يضع لنا أوصاف الرجال والنساء من أهل الإيمان. ديك الأوصاف العشرة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأنت هابط كتلقى وصف مذكر وحدة وصف مؤنث، حتى كيوصل للذكر تيقول لك والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ملي كتلقى الناس داروا وحدة من أعظم الشعائر التعبدية ألا وهي الحج، كيقول لك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم وآباءكم أو أشد ذكرا. غنجيو غنلقاو بقينا تنتسراو المقام لا يتسع، بقينا كنتسراو على الايات ديال القران الكريم، غنلقاه فين ما كيكون الكلام على الذكر الفيصل بين اهل الايمان واهل النفاق عياذا بالله ماشي هو الذكر. المنافقين انتوما تيذكروا، هو كثره الذكر. فملي تكلم على المنافقين اش قال؟ قال لك ولا يذكرون الله الا قليلا، يذكرون لكن لا يذكرون الله الا قليلا. ملي ذكر اهل الايمان في العطاء ذكرهم بالكثره، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه. ملي جاء عند اخرين قال لك ولا ينفقون الا وهم كارهون، يعني كاين انفاق لكن لا نيه فيه، ما حاملش اصلا ذاك الانفاق. واحد عباد الله جالس كيتسارى وكيجمعوا الفقيه في الجامع دايرين ذاك سميتو الخنيشه وكيجمعوا فيها، وهو تزرزح حصل هو اصلا ما حاملش ذاك الفقيه كاع، زيد يديرها بغى يقول لي ذاك عباد صافي سري بلا ما نحن وتيديرها، والاخر حتى هو حاط فهمتيني لاح وكيشوف فيه، الاخر سميتو كيوجد يده وكيشوف فيه، فبا زرزينا السم ديك علبات كيدعي لي. لا رد بالك، الا كنتي غتنفق طيبة بها نفسك توكل على الله، الا غتنفق طيبة بها نفسك لله عز وجل توكل على الله، الا غتنفق ابتغاء مرضات الناس وبحثا عن السمعة، أو لا غتنفق غير حيت عباد الله عطات وانت كتعطي وانت ما حاملش، من الأفضل خليها في جيبك. يقولوا عليك سقرام حسن ما يقول سبحانه جل في علاه، أنت منافق. الناس يقولوا اللي بغاو يقولوه، هضرتهم غتدخل معاهم هما القبر، ما يدخل معاك والو، لكن داك الشيء اللي غديرو أنت بغا يدخل معاك حبيبي. فالقضية ديال الذكر، علاش اذكروا الله ذكرا كثيرا كما ذكرنا؟ لأنه هو الفيصل بين أهل الإيمان وأهل النفاق. لكن اللي كيهمني في الذكر هو أنه هو ذلك العمل الذي يبقي خيط قلبك مرتبطا بالله عز وجل.
اللي لمشى الله يستر حتى تقطع. شكون اللي غينفعك الا تقطعت العلاقه ديالك بالله؟ اشرح لي، يقول لي انت شكون اللي ينفعك تقطعت العلاقه بالله؟ شكون ينفعك؟ وخذ معايا كاع الناس الذين تجبروا اما بسلطتهم وسلطانهم كفرعون، او تجبروا بمالهم كقارون، او تجبروا باملاكهم كصاحب الجنتين سوره الكهف، او تجبروا بعلمهم كمن ذكرت بعض كتب التاريخ انه سميته بلعام بن باعوراء، واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا في الاعراف. شنو اللي غادي يقدر ينفعك الا قطعتي الصله ديالك بالله عز وجل؟ ولا شيء، ولا شيء. بل اجتمعت الانس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا، والله ما ينفعك. علاش؟ لان قطعتي الصله بالله سبحانه وجل في علاه. هذاك الذكر هو اللي كيذكرنا، هو اللي كيخلي ذاك الخيط ديال القلب مرتبط بالله عز وجل. هذاك الذكر هو اللي كيخليك نعم السنك ملي تتفيق في الصباح تتعرف راسك انك انت راضي الله. فملي كتبغي تخرج اول سؤال كتسول راسك، واش اديت الواجب ديال قبل ما نخرج؟ كيدير هذا القلب اللي خارج وما مصليش الصبح ديالو؟ كيدير ايه؟ كيدير وخارج ومزروب. كتقول لي واخا وعده فقتي معطل، غنغمض عيني وغادي نقول باللي انت راه غير حيت ما صوناتش لك المكانه ولا ما سمعتيهاش ولا كذا فقتي معطل. وصلي وخرج، كيقول لك غنتعطل على الخدمه. شريف تعطلتي على سيدي ربي وخايف لا تعطل على الخدمه، ما لكم كيف تحكم؟ اداء الواجبات بعد هي رقم واحد. والقلب الذي لا يذكر ربه عز وجل والله ما يديها في الواجبات. انا اقول لك من هنا، لان الذي يحكم على حركات العبد ليست هي جوارحه ولا ذهنه انما قلبه. الم يقل صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. هذا الطرف هذا ديال الحديث، هذا الجزء، هذا فين جاء؟ جا في الاخر ديال الحديث اللي كيبدا بواحد المساله اللي ظاهرها بالنسبه لواحد اخر غتبان لي بلي راه ما كايناش بيناتهم علاقه. هذا عمل ديال القلوب والاخر عمل ديال المال. الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كالراعي يرعى حول الحمى، كيقولوا احنا بالدارجه تيحوص على الزقا كيقلب على الصداع. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، ماشي غير يمشي ويدخلوا ليه البهايم تما ياكلوا شويه، ياكلوا ويزندوا ويجلسوا يضربوا نعامة سيدي يجلسوا يجروا فيه. يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. بمعنى أن القلب الذي يقطع صلته بالله عز وجل ذاك الحلال بين والحرام بين ما تيبقاش عنده الفرق بيناتهم. كتلقاه في الأول إلا باقي فيه شي شوية كيكة ديال الضوء كتلقاه باقي كيسول على المسألة حلال أم حرام، باقي القلب باقي الخيط ديالو شاد مع سيدي ربي. ملي كيبدا يقطع يمقص شي شوية أش كيطرى؟ كيبدا يطرح السؤال واش هذه المسألة قانونية ولا غير قانونية؟ أنه خايف يما يخلص المرضى ولا يدخل الحبس. ما كيبقاش خايف أنه يدخل الجهنم، كيبدا خايف يدخل الحبس. كتوصل واحد الوقيتة حتى من ذاك الكابلي اللي كان كيخلع ديال الحبس ما كيبقاش، كيبدا يسول واش ممكن ولا ماشي ممكن. فقط حلال حرام ممنوع مشروع، لا يقلب ولا يشقلب. كيف هذا الانسان هذا غادي يدير هذا الميازن ديال الحلال والحرام والممنوع والمشروع وكذا الى اخره وهو قلبه اصلا غير موصول بالله، مضغه فاسده؟ وبغيت انت الجسد يكون صالح؟ يستحيل. عدد فيكم تبارك الله كيدير هذا الشيء ديال البيع والشراء وكتعرفوا ناس ماشي ما كيخرجش الزكاه، كيخرج الزكاه لكن كيدخلها في الفري ديال الريستوراسيون ديبلاسمون ترونسبور. عنده مثلا واحد 30,000 درهم زكاه خصو يخرجها، و تيدير واحد 5,000 درهم زايده في الفري ديال الترونسبور، يدير واحد 5,000 درهم زايده في فري ديال ريستوراسيون، واستقبلنا واحد اللعيبه جاي من الخارج الى اخره، قنف ليه براد كان فاكتوري ب 60 درهم، براد صغير ب 60 درهم.
وجهي وجهك براد صغير بستين درهم شحال فيه كاع وخا تكون معمرو بالعنبر والله ما يوصل لستين درهم وخا تكون اللي كتسالي كتلوحو كاع براد صغير بستين درهم علاش كيقول لك وراحيت مع الزكاة ودابا شريف واش كتعامل مع دار الضريبة راه الزكاة كيقول لك مزيان من اللي جبتيها واش نخلصوا الزكاة ونخلصوا الضريبة سؤال هذا كيتطرح خلصوا بجوج بزاف اللحية أنا قلت لي مادام ما غتخلصني أنا ما تعطيني أنا والو قول لي بغيتي سؤال أنا كندوي على ما قبل مشروع ديال القانون المالية اللي جاي أما تبارك الله هادشي اللي جاي الله يتقبل غتولي إلا بغيتي تحل المقاولة خصك تبيع كلوة المهم ما علينا سوقيت أصحاب المال هما اللي يهضروا في هادشي أنا ماشي خدمتي أنا حدهم غادي يعلقوا لي الضريبة على الدخل المهم العين تخلص ما علينا خلينا فهنا قال لك أسيدي ما نخلصش الزكاة اللي هي شحال 2.5% نقولوا على زكاة المال النقد والضريبة كتقدر تلعب معاك 36% تزيد وتنقص تقدر تطلع تقدر تهبط كتقول لي اييه ما بغيتيش تخلصهم بجوج بزاف عليك اسيدي انا عندي لك الحل انت بغيتي تخلصي وحده خلص الزكاة ولاش عليك من شي الاخر الزكاة فيها 2.5% اما احسن دابا بيني وبينك اما احسن 2.5% ولا 36% 2.5% احسن وما تخلصش الضريبه اش كيقول وانت كنا كنصعبوك معقول لا يا صديقي انت لا والله انا كنهضر معاك معقول انت قلت انا كدوي على حسابك انت قلت ماشي انت اللي قالت هنا انت داك المعنوي اللي في دماغك كنقول لك انت قلتي لي ما نخلصهمش بجوج حيت بزاف انا قلت لك خلص ديك الصغيوره فيهم خلص 2.5% كيقول ما نقدرش ما نخلصش الاخرى علاش وانا ما خلصتش الاخرى راه غندخل الحبس الشريف لما خلصتيش الاولى غندخل جهنم اي شوف انت اللي بان لك الا كتبان لك جهنم ساهله اهون من العواكش شغلك هذاك زعما تظن ان لي او لك طاقه على عذاب الله من الله عز وجل يرفع عنا ستر الرحمة وتيجيك شي مشكلة يبتليك الله عز وجل بها ليربيك ويؤدبك العذاب النفسي اللي كتعيشه مع ديك المشكلة إما مشكل مادي إما مشكل مع المرأة إما مشكل مع الوليدات إما مشكل المرأة مع رجلها إما مشكل مع الوالدين إما مشكل مع الجيران إما مشكل العذاب اللي كتعيشه نعطيك أنا 48 ساعة تبتليتي بشي جار مكعور وانت وياه في الصداعات والمشاكل وهو العذاب النفسي اللي كتعيش فيه هذا عذاب غير نفسي مع مخلوق والله ما كتقدر تصبر عليه وتظن ان لك طاقة على تحمل عذاب الله عز وجل علاش الاشكال اللي كاين هو انه هذاك القلب ليس بقلب ذاكر لله وباش نوصل درجة القلب الذاكر لله عز وجل لا بد من تلك الضربة هذه الضربة هي الرحمة سيدي ربي اللي أمرنا بها اذكروا الله ذكرا كثيرا وقلب نعم سيدي في الآيات وفي الأحاديث غتلقى أن الله عز وجل رتب أجورا تكاد تكون خيالية على أذكار قليلة ألا أدلكم على خير أعمالكم يعني أفضلها وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الورق بالراء مكسورة هي الفضة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم مش كاين شي حاجة أكثر من هذا الشيء الصحابة تشوقوا بواحد الدرجة اللي ما تصورش على بالهم قالوا بلى يا رسول الله ورينا هذا العمل شنو هو لأنه هذا فيت الجهاد بل فيت الاستشهاد أن تضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم فيت الإنفاق فيت الاستشهاد فيت الزكاة فيت شو كله فيته شنو هو قال ذكر الله تعالى هذا بالإجمال لكي تجي التفصيل تبغي تسطع
تسطيك رحمة الله عز وجل والله العظيم. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. من ينجيب هذا؟ إن الله لا يحمد العبد، يحمد للعبد أو يحب العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. إذا فرغ أحدكم من طعامه فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. ذكر، ذكر. من قال سبحان الله وبحمده غرست له شجرة في الجنة أو نخلة في الجنة، بلا ما ندخلوا في الأوصاف ديالها لا يتسع المقام. ذكر، سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. ذكر، هذه الموحدة سواء كان قلبك حاضرا وأنت تنطقها أم كان قلبك غافلا وأنت تنطقها، الأجر مرتب بغض النظر كنت حاضر ما كنتش حاضر. ليش الله عز وجل يقول لك اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ ماشي ديما القلب كيكون حاضر في الأذكار، لكن بمجرد النطق بها باللسان الأجر خلاص، إذا وافق الحظ الحق فقد وقع الأجر. لكن هذه كثرة الأذكار وانت طامع أن بدي كثرة الأذكار غدا تعمر عندك الجنة بما تحب، وتعد رصيدك بين يدي الله عز وجل بما يسرك أن تلقاه غدا يوم القيامة، هذا الشيء كله تيوجدك باش هذاك القلب مرة مرة كتشعل فيه ديك البولة. حيث القلب عندنا حنا خاصو الخدمة أكثر من طوموبيلة مازوط، خاصو خدمة بزاف، لكن ملي كيشد الخط وكيشد الطريق صافي خلاص. لشيخ ابن القيم رحمة الله عليه كان يقول الإنسان يسجد في كل ركعة سجدتين، خصو يبقى يسجد إلى أن يلقى الله عز وجل في الصلوات الفريضة وديال النافلة. يقول لكن للقلب سجودا إذا سجده فإنه لا يرفع منه إلى يوم القيامة. كان عندنا منزلة السجود ديال الجوارح اللي كتكون عندنا في الصلاة، لكن القلب إلى بلغ ذاك المبلغ ديال أن يسجد لله بمعنى أن يصير عبدا حقيقيا لله يعني تتحقق فيه أوصاف خواتم سورة الفرقان التي تلاها على ما سمعنا شيخنا عبد الغفور حفظه الله، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ملي كتحقق بهذيك العبودية الحق لله ديك الساعة القلب إذا سجد لا يرفع أبدا حتى يلقى الله عز وجل وهو عنه راضي. السيدة مريم لما سجد قلبها لله عز وجل، راكم شفتوا وسمعتوا الكلام ربي سبحانه وتعالى قال سيدي ربي اللي قرأ على مسامعنا فضيلة الشيخ سيدي محمد القسطاري حفظه الله، هادو الناس الذين سجدت قلوبهم لله. لكن هذاك السجود للقلب راه يأتي بعد دربة، كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. منين جات هذه كلمة هو من عند الله؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا اليقين هذا منين جاء؟ إنما جاء بالانقطاع للذكر لله سبحانه وتعالى. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. كثرت الخلط مع كثرت المخالطة مع الناس، كثرت ما كانوش المخالطة لكن كثرت المخالطة مع الناس، هذا من شأنه أن يميت القلب بعض الشيء. حيت بغينا ولا كرهنا كثرت المخالطة، كدعو على كثرت المخالطة، المخالطة الزايدة على القياس، هذا تيضر شي شويه القلب. الواحد محتاج، وخصوصا الناس ديال احنا بعدا في الدار البيضاء اكثر ناس كيعيشوا شنو هي انك تحتاج انك تخلوه بسيدي ربي شي شويه. اكثر ناس كيحتاجوا لهذه القضيه هما ناس ديال الدار البيضاء، الضجيج مع الصباح والضجيج مع العشيه ومشاكل في الطريق، الشانتيات مفرقعين وحاضي مع القواد والضوضان حفاري مشاكل وحراقه ديال الضو الحمار والويل طويل، ومع ذلك كتلقانا كنديروا كل شيء الا اننا كنخصوا الوقت لكل شيء الا اننا نخصوا واحد الوقيت نتخلوا فيه مع سيدي ربي نجلسوا نذكروا الله. والله ما صعيبه، وانه ليسير على من يسره الله عليه. لا شيء حتى يحافظ العبد على قلبه، حيت راس المال ديالنا هو هذا، راس مالنا هو هذا. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم. ما قال ربنا عز وجل إلا من كان قلبه سليما يوم القيامة، هذه إلا من أتى الله بقلب سليم. تخيل نعم سيدي أنه الإنسان جاي أتى الله بي
قلب سليم، جاي هز قلبه، بمعنى انه ذاك القلب بحال كنتي هزو بين يديك وخايف عليه في الدنيا كلها، انت خايف على قلبك لا طرا فيه شي حاجه تخديش سلامته، خايف عليه من الشرك لا يخديش توحيده، خايف عليه من البدعه لا تخديش سنته، خايف عليه من الكبائر لا تخديش ايمانه، خايف عليه من الصغائر لا تخديش يعني استمراءه او عفوا تمنعه عن الوقوع في المعاصي، خايف على قلبك من التوسع في المباح حتى لا يسقط في الغفله، خايف على قلبك من الهوى الذي قد يناقض ذكر الله وامتثالك لامره سبحانه وتعالى. حاضيه رد ليه البال اكثر ما رد البال لولادك، واكثر ما رد البال لفلوسك، رد ليهم البال، لكن قلبك ترد ليه البال اكثر. داكشي السيد ربي قالهم جوج على لسان ابراهيم، يوم لا ينفع مال كترد ليه البال ولا بنون كترد ليهم البال الا من اتى الله بقلب سليم. رد ليه البال ودير ليه الكارد فو حاضي معاه، وعندك الطابلو دبور ديال قلبك خاص البالي ديالو يكونوا خدامين 5 سور 5. ما تعرفش حبيبي الا خسر لك الطابلو دبور في اين جاي حتى لو حك الطوموبيل، ليكويد الزيت يكون ناضي، ليكويد المازوط يكون ناضي، ليكويد ديال الكاربيرون كيما بغى يكون نوعه يكون ناضي، ليكويد السخونيه يكون ناضي، الكيلومتراج باش ما يشدكش الرادار يكون ناضي، كلشي البالي عندك خصهم يكونوا هما هادو. السينيال اللوراني اللي على اليمن الا كان خاسر خص الديتيكتور خصو يشعلو. هذا هو القلب الموصول بالله عز وجل. ملي كتغلط تيشعل لك واحد البوله كيقول لك فادير غلط. ملي كتكون كتهضر مع الوالد وكتزيد شي شويه تورك في الهضره كيشعل لك البوله كيقول لك راك زدتي فيه شويه مع الوالد. ديك الساعه تستغفر وتتوب الى الله عز وجل. ملي كتكون خدام كتبيع وتشري الى اخره، وكتجي السيده الاولى بعتي وشريتي معها، الثانيه بعتي وشريتي معها، الثالثه بعتي وشريتي معها، وفوتتي شي شويه في ديك الضحكه اللي ضحكتي، كيشعل البوله. تيقول لك شري فوتتي شي شويه. ونفسك كتبدا تقول لك لا راه البيع وشرا، كيقول لك دوك جوج الاولين داز معاهم بيع وشرا، الثالثه ماشي بيع وشرا. الثالثه بيع تحرميات وشرا. هذيك التحرميات الوسط كيشعل لك لها البوله. كيوصل وقت الزكاه، نفسك كتقول لك ما كاينش اشكال. راه انت فرزتيها ودرتيها في واحد الجوا وحطيتيها، راك ما غاتستعملهاش ما تقربش ليها، ولكن غنتسناو حتى يبانوا الناس اللي هما كيستحقوا هذا باش نعطيها لهم. تتشعل لك ماشي بوله، كتشعل البوله وكيبدا الزماره كتغوت. شريف واو راه العدو، العدو هذاك بقى عندك وسط الدار. هذاك الفلوس ديال الزكاه اللي ما خرجاتش هذاك عدو جالس وسط الدار. واش كاين شي واحد مفلوق كيخلي العدو يجلس عنده في الدار؟ وانت ناعس جابد عليها. العدو عباد الله ما كيخليهمش يدخل مع الحدود، انت مدخلو لدارك وجابد عليها منعسه. لا ولكن راه ما كاين ما ولكن. طولوه وقصروه، واخا نمشي بالعشاء ما عنديش اشكال، دبروا راسكم انتم مع سمعان. ما كايناش شي حاجه سميتها راه ملي وصل وقت الزكاه راه كنديرها في واحد الخنيشه وتنحطها باش ما نقربش ليها وكنتسنى تيجيو اللي كيستحقوا. سؤال بليد على قد فهمتي، وسمحوا لي وعذروا لي فهمتي الله يجزيكم بخير. انت توصل وقت الزكاه يعني دار 359 يوم ما عمرك ما سولتي في الناس اللي كيستحقوا. تسنيتي توصل وقت الزكاه عاد باش كتسنى فيهم هما يجيو عندك. وملي كيجيو عندك دوك اللي كيدقوا الله يجزيك بخير دور معانا كتقول هادو راه حريفيه بيع او شرايه، غنتسنى الناس اللي مستحقين. زعما اللي مستحق غيجي يدق عليك غيبيع وجهه قدامك انت. اش قال سيدي ربي على هذا النوع ديال الناس اللي هو اللي مستحق؟ قال لك لا يسالون الناس الحافا. قبل من ناش قال يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. هذاك الذي يستحق راه ما يجيش يدق عليك وجهه عزيز عليه، واخا ياكل الدجاج ويمشي على الشوك ما عمره ما يجي عندك يقول لك اعطيني. نهار تلاقى معاه كتلقاه تيتبسم لك احسن من التبسيمه اللي كتبسم انت اللي خصك تخرج الزكاه. سيادنا عندك 359 يوم، راه ماشي غير تلقى المستحقين، راه تلقى المستحقين ديال المغرب وديال الجزائر وديال موريطانيا وديال بنغلاديش. خاصها يكون عندك ما تعطي باش ملي وصل الوقت عندي الليسته ديال التليفونات. فلان 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 الو السلام عليكم حاج بخير لاباس عليك هاني وشحال هادي اودي ما شناك. اعطيها ليه صدقه لكن في ثوب العفه. ودوز دوز راه كاينه شي بركه ديال الزكاه نعطي الهضره ديال الويل طويله المصيبه الكحله ولينا فيها. جاي السيد وجهه في الارض عارف غتعطيه الزكاه، عارف غتعطيه وسخ فلوسك. انت لست مجبرا ملي تعطيه الزكاه، لست مجبرا انك تقول هذاك السيد اللي غادي ياخذ هذه راه الزكاه ديال فلوسي. لست مجبرا، بل لست مجبرا انك توريه وجهك كاع.
تشوف لك شي واحد من اهل الخير والفضل وتقول لي الله يجازيك بخير، لا دري سنه فلان فلانيه هاد الجوه هذا يوصلها قبل المغرب. الاخر يقول لك مرحبا سمعنا واطعنا. كتلقى بنادم مخدم كونطابل ومخدم كذا ويدفع الدوسي ديالو الفيديوسير باش يديروا ليه البيلون انويل ويدير هادي ويدير هادي، وكيجيب واحد مثلا السيكوريتي تيخلصو وتيجيب واحد ديال الميناج تيقاد ليه، ويجيب ربما واحد اللي عنده شي شركه فيها الجرده وديك العياقه ديال لا ار اس او وقاس كيصاوب ويمقاس ويقاد الى اخره، كيجيب واحد الشركه شاده ليه جارديناج حتى هو. كتقول لي خويا الله يتقبل والله يزيدك من فضله، والله العظيم الا تنفرحوا ملي كنشوفوا المسلمين الحمد لله تيتحركوا في الفلوس تنفرحوا بواحد الدرجه ما تصورش على البال. لكن كتقول لي حبيبي خدمتي هذا الشيء كله واش ما كايناش امكانيه انك تخدم واحد المستشار شرعي؟ علاش كنتسناو حنا حتى كطرى موبقه كحله وعلاش كنبداو نهزوا التليفونات ونقلبوا؟ اخي عبد الجليل كتعرف شي واحد يفك لنا هذه الجره هذه؟ ما كيعرف حتى واحد عبد الجليل، كيعرف مرتو ولادو صافي عطيو اتساع. مستشار شرعي اش فيها اللي درت ليه انا واحد القدر مالي معين خلصتو عطى الله طلبه العلم تبارك الله اليوم اكفى. ويكون مستشار شرعي مع الشركه واحد والشركه جوج والشركه ثلاثه، كتلقى لي ملتي ناسيونال مخدمين معاهم لي كونسيي جوريديك، طالب متخرج من كليه ديال القانون وضابط القانون تيخدم مستشار قانوني مع هذه الشركه ومع هذه الشركه ومع هذه الشركه واللي شاد لهم الملفات. علاش حنا ما نهتموش بطلبه العلم الشرعي؟ طلبه العلم، طالب علم ضابط شغله مغيز مزيان جامع في نفس الوقت علم ديال العلوم الشرعيه وفي نفس الوقت مساري السوق وعارف الوقت اش تيدار فيها باش يكون طالب علم عايش الواقع. وهذا نعم سيدي دير لي واحد بركه ديال الخلصه ولا يدقق معايا باش يقول لي ودي هذه المساله هذه راه ما تدارش، هذه المساله كدار، هذه كذا، هذه ما كدارش. الحاج راه وصل وقت الزكاه راه على حسب العام والمسائل اللي عندي راه عندك قدا وقدا، ما تحتاجش انت تبقى جالس راه هو مصيب لك هو الشغل. نحتاج لهذه الامور كلها، لكن باش نوض انا ونتحرك وندير حركه بحال هذا الشكل والله العظيم الا ما كانش القلب موصول بالله عز وجل والله ما ديرها. وهذاك القلب لن يوصل بربه الا بكثره ذكره لربه عز وجل. الكلام حول هذه المساله يطول، لكن الغرض عندنا ماشي ان نطيل الكلام، الغرض عندنا ان نطيل في الفعل. اننا ملي نخرجوا او قبل ما نخرجوا هاد الهضرة تدور لنا شي شوية في راسنا وما فيها بس لا تذكرنا فيها مع بعضياتنا، وملي نخرجوا من هنا وطرشنا داك البرد ديال الخرجة ما يديش معاه كل شيء، يخلي غير شوية نديه معنا للدار نجلسوا نفكروا فيه. راه الدنيا كنهضروا في بزاف مسائل الدنيا كنهضروا فيها بزاف كثر من القياس، فمش نقول لك ما فيها بس، الواحد يقطع من نهارو شي شوية يحاول يرد قلبه للبلاصه اللي خصو يمشي لها. القلوب تهفو الى ربها، عيب عار قلبك يهفو الى ربه وانت سد عليه وكاتم عليه وما مخليش، خلي قلبك يطير عن سيدي ربي، يحل لي الباب، يحل لي الباب، حيد عليه هذوك القرياج اللي داير لي انت، حيد عليه ذاك القرياج. تعلقات امور الدنيا والتعلقات بامور المعاصي والتعلقات حيد 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 عليه، قلبك يطير بوحده، والله العظيم اللي يطير بوحده وغيديك معاه. وانا اللي كنكلمكم ما تعتقدوش ان قلبي راه حاط في الجنه زعما وانا كندوي معاكم من الهي زعما الامور عندي بخير وعلى خير، راه كلنا نتعاون فيما بيننا فقط. اما راه كلنا عندنا ذاك القلوب اللي يسجينا لاهواء انفسنا ولسيئات اعمالنا. فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. سيدي محمد قلت ذاك الاخ كان شي صديق كان توفى مسكين، نسال الله عز وجل يجدد عليه الرحمات. نسأل الله يغفر له ويرحمه أن يوسع مدخله. هذا صديق ديال خونا محمد توفى غير مؤخرا، نسأل الله عز وجل أن يثيبه على كل ما فعل من الخير بالإحسان والمغفرة والعطاء، وأن يتجاوز عما كان قد بدر منه إن بدر منه شيء من السيئات، وكلنا أصحاب معاصي وسيئات. اللهم اغفر لنا وله وعافه واعف عنه واجبر كسره وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤنس وحشته وأن يغفر لنا أجمعين وأن يتقبل منا مجلسنا هذا أجمعين وأن يثيبنا عليه وأن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن لا يجعل منا ولا فينا ولا معنا أحدا من الأشقياء ولا من المحرومين. سيدنا جزاكم الله خيرا، سامحونا شي شوية، لا سامحونا بزاف،
الا كنا وركنا شي شويه ولا القضيه وما فيها غير المحبه. وقسى ليزدجروا ومن يكون محبا يقسو احيانا على من يرحمي. فبارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.